شنو اسم امك؟ ها فطرتوا وشبعتوا شو تريدون بعد؟ يلا فقره الاسئله، يلا كلكم سالتونا اسئله غريبه عجيبه راح نجاوب عليها كلها بهذا الفيديو. خلونا لايك واشتركوا بالقناه وتعالوا نسمع الاسئله وحبكم. السؤال الاول، اسمك عمرك من وين؟ اسمي حسين نصار من محافظة الناصرية، ساكن بقضاء الشطرة، والشطرة أم الشعراء، الكل يعرف الشطرة. شنو تحصيلك الدراسي؟ طبعا تحصيل الدراسي ثالث متوسط، لأن أنا ما كملت متوسطة لأن كنا ساكنين بأحد المناطق وصارت طائفية وتهجرنا من هاي المناطق وجينا سكننا بمحافظتنا الأبية هي الناصرية. هذا السؤال هواية جاي يشوفه، طبعا أنا متزوج وهاي الدليل، وإن شاء الله بنوته جاية بالطريق، وما دام البنوته جاية بالطريق هواية يسألوني يمتى نشوفك أب. طبعا بنوته جاية بالطريق وراح أسميها ليان، وبعد كله أبو ليان أبو ليان. شنو رأيك بالمحتوى العراقي؟ طبعا المحتوى العراقي أكو هواية جاية تصنع محتويات جميلة، وأني اللي أشوفهم واللي أحبهم هواية، بس بالنسبة لي كحاليا طبعا على الساحة وصانع محتوى نمبر 1 بالنسبة لي يعني كأحبه ومحتوى حلو علي شاكر، لأن يوتيوبر جميل وبدأ من الصفر من الموصل 6 مليون هو بزودة وما اعتمد على أي شخص. هذا السؤال هو يتكرر، حسين شنو خلافك ويا شراسة؟ طبعا أرجع وأقول هذا الشخص ما عندي خلاف وياه، أوكي ما عندي خلاف وياه، وقلت له ورا المشكلة اللي صارت الجمهور حاب يشوفك تطلع وياي، وقال أنا ما أطلع وعذرا للجمهور وبقت حريته الشخصية. هذا السؤال غريب، شنو رأيك بجنيد وعنوز؟ طبعا جنيد وعنوز طبعا بالنسبة حاليا على ساحة السوشيال ميديا كاثنين كبل أنا أشوفهم جنيد وعنوز، هذا الشيء خاص بهم أنا ما حاسب، الله اللي حاسب، وهو اللي يقول طشب راس زوجته وكذا، بس إنسان قدم شيء وحصل شهرة بذكاء وبنجاح وصار لجمهور كلش حلو، والولد يعني هذا الشيء خاص بي واحنا ما نحاسب، اوكي ما دام عنده اهل وعنده ام وابو هم اللي يحاسبون وتحياتنا لهم. هذا السؤال يقول لي شنو طموحك بالمستقبل؟ طبعا طموحي بالمستقبل ابعد شغلة الطائفية بين سني شيعي مسيحي يهودي، واخلي فئة الاحترام، يعني اليوم الشخص من يحب لبنية يخليها حال حال اخته، او بنية من حب لها شخص ما تشوفه كشخص تضحك عليه او يتفر لها تال الليل او شغلات الاخلاقية، لا يشوف الشخص زوج على مود من يشوفه يجي دق الباب بالحلال، وهو من يشوفها يروح دق الباب بالحلال. هذا اللي اتمناه بالمستقبل، وانا جاي اوصل هذا الشيء بهواية مواضيع وهواية قصص. انت ليش انسان طيب؟ طبعا الطيبة والاخلاق يزرعها الام والاب، اليوم الام والاب من يشوفونك هيج إنسان طيب والناس تحبك والناس تحترمك يقولون إحنا ربينا وهذا تربيتنا وهذا يرفع راسنا. اليوم أنت مو تكفر بالشارع وتغلط وتسب وتطعن بعض العالم وتحكي على عرض العالم والله على مود هاي تربية الأم والأب هيج من عندهم وتجي مسبة لأمك وأبوك، لا خلي تربيتك صح وخلي العالم يقول على أمك وأبوك ونعم التربية ونعم الأخلاق. الشخص يقول لي شنو اسم أمك؟ طبعا اسم امي ام حسين. تحياتي لوالدة، بوسات لها وصيام مقبول ان شاء الله على كل امهاتنا العراقيات وعلى كل شاب وعلى كل بنيه وعلى كل زعطوط وعلى كل كبير. هذا السؤال، شنو كان طموحك من صرت يوتيوبر؟ طبعا انا بدايتي كنت امثل باليوتيوب وياي اخوي عبوس يصغيرون اللي هي فيديوهات قديمه باليوتيوب اذا تبحثون عليها تلقونها، بس كان طموحي اصير يوتيوبر ويصير عندي جمهور ويحبني وتحقق هذا الشيء وبوجودكم، يعني انتم كيكات وشكليات في دعوة روح لكم قواية أباو على أسئلة كلها حبك أحبك أحبك يا أخي والله العظيم أحبكم يا أخي، أنتم مو بشر تنقرطون، مو تنقرطون يعني أكو مسقور من تاكل سنونك ذا توجعك، لا هذا من أكلكم أني يجي سنوني يعني ترتاح ابتسام تصير حلوة، لكن أنتم مبيض أسنان، لكن أنتم معجون أسنان، لكن أنتم دقات قلبي أموت عليكم. شنو هدفك من القصص اللي تحكيها؟ هدفي التوعية وهواية قصص ما طارحها لكم، يعني اكو قصص حكيت بيها مثل تجاوز الاخ على اخته الاب على بنته هواية هواية ما صدقوا، بس اكو صورة وصوت، بس انا حفاظا على البنية اخذ لكم القصة باختصار، لان والله العظيم اتأثر في اشياء، هدفي من القصص ان اوعيكم واوصل صورة
جيدة لكم. حلو، هذا السؤال يقولوا له حسين ليش ما نشوفك بلقاءات وانت شخصية مشهورة حاليا بالتيك توك او باليوتيوب، واي شخص ينزل عنك فيديو او شيء راح تجي مشاهدات ويطش. طبعا تحياتنا لكل قناة فضائية، فعلا اجتني دعوات من هواية قنوات، فرات اسيا هواية اجتني دعوات، بس ما اقدر اروح مكان عملي كلش ملتزم بي وتجيني دعوات، وانا من ناصرة يعني طريق السفر ويعني هواية مسافة ولازم تروح هناك مكان تخابر اصدقائك واحتمال تحرجهم وكذا، فشوفها صعبة اليوم، بس يعني اذا حابين ان شاء الله نطلع بالقنوات التلفزيونية. شنو شغلك قبل وهسه؟ قبل كنت كابتن مال مطعم، اشتغلت عمالة، اشتغلت سايق ربل، يعني اشتغلت ادفع عربانة، والحمد لله واشكر هسه حاليا عندي محل ملابس نسائي والحمد لله واشكر، ما دام العلاقة طالعة الحمد لله والشكر، اهم شيء الله راضي على الشيء جاي نقدمه. احلى ذكرى عندي طبعا يوم من الايام تعرضوا علينا دواعش، تداوم اني عسكري قبل وتعرضوا علينا دواعش شفناهم شوف العين، وطبعا هنا أنا يعني فكرت بهلي، فكرت المستقبل اللي راح، ويعني كل شفنا الموت بعيننا بالفلوجه، والله لا روح كل البشر اللي موقف اللي شفته، وبديش الساعه شاهدت والحمد لله والشكر انتصرنا عليهم والحمد لله والشكر، كل شيء راح لحاله وكل شيء صار ماضي. الله يبعد عنكم كل شر وكل شيء يؤذيكم يا ربي بحق هذا شهر الطاهر. هذا السؤال طبعا هواية تكرر عندي لان نزلت عليه بوستات، حسين ليش ما ضفت حسنين؟ ليش ما جبت حسنين؟ طبعا حسنين ولد اتفقنا على الحلقه وكملنا، بس ولد ما صارت لي فرصه نصور الحلقه، اتفقنا وانيا وستوريات وكذا، بس ما صارت فرصه نصور حلقه لان الولد يعني كثير السفر وعنده اصدقاء هوايه ويحب يغير جو، وتحياتي له وتحياتي لكم. وهذا السؤال هم مهم، كريم حواس ليش حكيت عليه باحد الفيديوهات؟ انا ما حكي عليه طبعا، بس ذكرته باحد البثوث مباشره. طبعا كريم حواس من كان بدايته، اوكي بدايته من كان يقلي صوت بنيه، قدمت له دعوه ووافق بس طلب فلوس، قال انا ما اطلع لقاء الا اطلب فلوس، فهذا ضوجانا من كريم حواس. كريم حواس يعني انت حالك حال المشاهير اللي جبناهم بالبرنامج وكلهم مجوي ومتابعينهم اكثر من عندك قاطات، فهو من طلب فلوس طبعا اللعبه تروح من اي شخص اليوم يدور ماده، صح يقول لك انا اجيب برنامج كذا، بس انت ما جاي سفر، انت قاعد بالبيت وجاي تواصل وياي من خلال النت والفيديو ما يطول 10 دقائق، بس اليوم اللي يدور فلوس انتم كملوها بعد. هذا السؤال قوي، حسين هم خايف من شخص ينتقدك ويحكي عليك؟ طبعا حلو، وهوايه اليوم اشوف جمهور بالتعليقات مثل علي المرجان نزل فيديو يسوون باسمي حسين نصار حسين نصار حسين، هوايه يسوون للولد لان هو يدزون لي صور مال تاكات على مود ولد يقصفني. طبعا الولد تحياتنا لعلي المرجاني يعني غني عن تعريف، ابو حسين الورده، طبعا النقد شيء يعني موجود بالسوشيال ميديا، اليوم انت من تنتقد على شخص تنتقد بصوره جميله وصوره ايجابيه، الشخص يتقبلها ويتعلم من اخطائك، بس اليوم تلقى شباب اليوم بدايه النقد هيك من عرضك هيك من امك، ماك اليوم هيك نقد، اليوم النقد يكون بصوره جميله يتقبلها الشخص صانع المحتوى ويتعلم من اخطائه، وهو اليوم شفنا عن المرجاني نصح ناس مو عراقيين وخذوا بحجايته ووصلوا صوره جميله، وتحياتنا لابو حسين. هذا السؤال قوي، حسين يمتى نشوف لك برنامج تنتقد به الشباب اللي يدعون المثلية؟ حلو، طبعا هواية شباب اليوم يندعون بشغلة المثلية او الشواذ، وهذا الشيء جاي يحرف اطفالنا وجاي يسوي شغلة لا اخلاقية بالاطفال، واليوم نشوف احنا شباب مشوربة وشوربة لهنا ويركض على الزحاطات الحلوين، هاك مصرف هاك شدات هاك رصيد ويستغل الشباب. طبعا هالبرنامج قريبا انتظروه بالدلائل والصورة والصوت، وإن شاء الله على ما نكمل مكان التصوير حط لعلة ودمرنا مكان التصوير، بس خلنا نكمله بعيوني. حسين هم زاحف بحياتك؟ طبعا ماكو شاب عراقي ما مر بشغلة الزحف وما كان يتمنى يكون عنده حبيبة، كنا مرينا بشغلة الزحف، واللي يقول لك أنا ما زاحف وما تمنيت تصادق بنية قول له أنت كذاب، كل شاب عراقي من كان الصرصور لحد ما طب الآيفون 12 أو 13 برو كل هذا ورا الزحف وكل هذا علاقات، وانا واحد من الناس هم كنت ازحف واتمنى صادق بنات وهذا الشيء قبل، بس الحمد لله واشكر توبه نصوحه صار لي بالثلاث سنوات مستحيل ابوع لبنيه، واذا تلاقيني بنيه والله العظيم ادنك وما ابوع بها احتراما للحلقه اللي لابسها. كانت امنيتي قبل اصادق بنات واحب بنات وحالي حالي شاب عراقي اليوم، بس الهدف اثر بيه مال شخص من امه سالته قلت له تقبل على اختك هيك تسوي بنات العالم
تأثرت بهذا الشيء وقلت مستحيل حتى لا بنتي تحكي وياي ومعجبه على عيني وراسي، بس كأنها اخت، مستحيل مستحيل عيوني تروح لغير مكان او اتخيل غير شيء. حسين انت تشخر؟ طبعا سؤال غريب. طبعا اللي يشخر او اللي ما يشخر ما يقلل من جماله او من شخصيته او من رجولته، بس اكو جيوب انفيه هي اللي تدمر البشر. وما شاء الله اذا تروح لكم مكان عام وشوف الناس نايمه موسيقى مال شخر ترارارارا برا 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 راح تسوي من تدخل مليون. طبعا من ندخل مليون شكلكم، من ندخل مليون اسوي لكم شيء بسيط. طبعا شوف لنا شخص فقير ونسعده ونعطيه هديه ان شاء الله قدامكم ونسوي الفيديو عليها. اما عاجبني دبدوب طوله 3 مترات، اوكي ناخذ هديه الشخص ونفرحه قدام العالم ودبدوب كل كبير واجر له سايبه واخليه فوق السايبه. اتمنى عجبتكم فقره الاسئله، واتمنى قدرنا نوصل الاسئله اللي سالتوني اياها، وان شاء الله ما نسيت سؤال. واذا حابين فقرات مثل على شخص او شيء نحكي عليه كتبوا لنا بالتعليقات، كتبوا لنا رايكم وكتبوا لنا اسئله بالتعليقات راح ناخذ من عندها ان شاء الله بالجزء الثاني. واحبكم هوايه، واذا حبيتوا هذا الجزء خلونا لايك واشتراك، واحبكم هوايه وثيم الله.